طيب نخش بقى بعد كده على اخر كربوهيدرات اللي هو مين السليلوز، ده اخر بولي ساكرايد عندنا. ده بيختلف عن الباقي في حاجات كتير قوي، هو كده كده ده بولي ساكرايد في كل الاحوال، بس بيختلف عن الباقي في اللي احنا خدناه في ايه، سواء الاميلوز او الاميلوبكتين او الجلايكوجين، في ان الباقيين كانوا الفا جلوكوز المونيمر، ده المونيمر بتاعه بيبقى بيتا جلوكوز، صح؟ بس الفكره بقى هنا في حاجه، الفكره ان البيتا جلوكوز مولكيولز دي ما بتبقاش ماسكه في بعض عدل، لا ده بيبقى مولكيول عادي نورمالي اورينتد، تلاقي المولكيول اللي جنبه روتيتد 180 ديجريز، راسه تحت هيد تحت، واحد هيد اب واحد تيل اب، صح؟ واحد معدول واحد مقلوب، اللي جنبه مقلوب ان سو اون، صح؟ فزي ما انتم شايفين اهو البوند فوق وتحت اللي هي اسمها بيتا 1-4 جلايكوسيديك بوند باين المره دي، صح؟ الفكره بقى ان السليلوز ده كان بيعمل ايه؟ السليلوز ده هو اللي المفروض المولكيول اللي بيخلي السيل وول بتاع البلانت سيلز قوي، وفي نفس الوقت يستحمل الضغط العالي عشان البلانت سيل ما تفرقعش. فايه هي الفيتشرز بتاعت الجلوكوز، سوري بتاعت السليلوز مولكيول، بتخليه مولكيول قوي وعنده هاي تنسايل ايه؟ سترينث، عشان اعرف اعمل السيل وول بتاع البلانت سيلز عشان يبقى قوي. ايه هي الفيتشرز اللي بتخلي السليلوز ده عنده هاي تنسايل سترينث؟ اول حاجه البوينت اللي انا قلت عليها اللي هو ايه؟ الروتيشن ده ان هو 1 مولكيول هيد اب and the next still up، بيخلي التشين نفسها بتاعت السيريوز مولكيول ستريت، ستريت اللي هو مفروده، ولما التشين دي تبقى مفروده مش تبقى هيليكس زي اللي في الستارش، ده معناه ان المولكيول somehow اقوى، مولكيول مفرود احسن من مولكيول ملولو، وده somehow بيخلي المولكيول اقوى. تاني حاجه اكتشفوا ان لو دي مثلا السيريلوز تشين فيها بيتا جلوكوز واحد عادل واحد مقلوب، جواها المولكيولز ده مثلا المولكيولز اهي، غير ان هم ماسكين في بعض ببيتا 1-4 جلاكتيك بوند، برضه ساعات بيبقى في منهم بوندز تانيه ما بينهم هيدروجين بوندز، ده بيخلي برضه الايه المولكيول سام هاو ستريت وقوي، بيستابلايز المولكيول او بيستابلايز التشين، خليها مور ستيبل كده ان هي تبقى قويه ومفروده. ده غير ان برضه اكتشفوا ان السليلوز مولكيولز دي، ده مثلا سليلوز مولكيول وده سليلوز مولكيول وده سليلوز مولكيول، كذا سيريوز مول كذا سيريوز تشين، في ما بينهم البوندز دي اللي هي اسمها الهيدروجين اي بوندز برضو، صح؟ يعني الهيدروجين بوندز دي هتلاقيها جوه كل تشين وما بين التشينز وبعضها، صح؟ بحيث التشينز متحده مع بعضها وقويه. وده سببه ايه؟ شايف كميه التشينز اللي ماسكه بعضها دي طبعا بيبقى اكتر بكتير، حزمه زي ما بنقول بالعربي، حزمه سيريوز مولكيز ماسكه بعضها بهيدروجين بوندز، بتعمل لك حاجه اسمها مايكرو فايبرلز، يعني كانها فايبر صغيره. مايكرو فايبرز دي بتبقى عندها هاي تنسايل سترينث، والمايكرو فايبرز دي هي اللي مسؤوله ان هي تعمل لك الايه السيل وول بتاع البلانتس اللي بتخليه سام هاو قوي. فايه هي لما يجي يقول لك مميزات السليلوز اللي بتخليه عنده هاي تنسايل سترينث عشان اعرف اعمل بيه سيل وول، تقول له ان 1 مولكيول نورمالي اورينتد اند ذا نيكست از تيل اب، عشان ده بيخلي التشين ستريت، والتشين نفسها ستابلايزد باي هيدروجين ايه بونز، جواها هيدروجين بونز، وما بين كل تشين والتانيه في اتحاد عن طريق البونز اللي هي اسمها الهيدروجين بونز، بتعمل لك فايبرز صغيره اسمها مايكرو ايه فايبرز، بيبقى عندها هاي تنسايل ايه سترينث، اقدر ابني بيها السيل وول بتاع البلانت سيلز. خلاص. طيب تاني نوع من المولكيولز اللي كان معانا هم الليبيدز. الليبيدز دول بي انكلود مين؟ بي انكلود طبعا الترايجلسرايدز، الترايجلسرايدز اللي هم الفاتس والاويلز، فوسفوليبيدز، ليبيدز بيبقى فيها فوسفيت اللي بنبني بيها السيل سيرفيس ميمبرينز او سيل ميمبرينز بشكل عام، وحاجه اسمها الستيرويدز، دي نوعيه من الليبيدز مش بنتكلم فيها قوي، بس نعرف ان هي بتعمل الايه سام هرمونز زي السكس هرمونز زي التستوستيرون مثلا. طيب دول زيهم زي الكربوهيدرات، نفس الاليمنتس اللي هم كربون هيدروجين اكسجين، خلاص، بس ما فيش الريشيو بتاعت الايه 2 تو 1 زي الكربوهيدرات. بس الفرق هنا ايه؟ ان الليبيدز الكربون والهيدروجين اكتر بكتير من الاكسجين، صح؟ في البوينت دي لازم عارفين البوينت دي كويس جدا، ان الكربون والهيدروجين في الليبيدز اكتر بكتير من الاكسجين. طيب طبعا الليبيدز، الليبيدز ليه يا جماعه
او الليبيدز بشكل عام طبعا insoluble in water, سواء فاتس او اويل جبت دهون او زيوت او whatever, مش they will not dissolve in water, insoluble في water, بسميه ساعات hydrophobic. بس ممكن تلاقيهم في حاجات ايه تانية soluble, حاجات مثلا organic solvents تانية غير الماء ممكن يبقوا soluble فيهم. طب ليه بقى ليه الليبيدز insoluble in water؟ قالك ببساطة عشان الليبيدز دول non-polar, non-polar يعني ما عندهمش charge, uncharged ولا positive ولا negative, بس المية polar, وعلشان حاجة تدزولف في المية لازم تبقى polar زيها. بس الليبيدز هنا non-ايه polar والمية polar, فthey will not attract each other, مش هينجذبوا لبعض, وبالتالي الليبيدز won't dissolve in water. صح؟ ممكن يحصل, عشان كده في رول اسمه لايك ديزولفز لايك, الحاجات اللي زي بعض بتدوب في بعض. هما بقى تلاقيهم ايه زي ديزولف الحاجات اللي زيهم اللي هي ايه الحاجات السولفنتس بقى اللي هي الاورجانيك سولفنتس النون بولر, حاجات بقى نوع من الالكول والقصص دي. طيب ترايجليسرايدز بي انكلود مين؟ قلنا الفاتس والاويل. صح؟ ايه الفانكشنز بتاعتهم؟ الترايجليسرايد بشكل عام بيبقوا انرجي سورس يا جماعه, لما بتكسرهم بيطلع انرجي كتير, يعني حتى الجرام الواحد لما بيتكسر بيطلع 39 كيلو جوز انرجي. وده سببه ايه؟ بصوا البوينت دي مهمه, ليه الفاتس بتطلع انرجي اكتر من الكربوهيدرات لو هما الاثنين نفس الوزن؟ يعني عندك نفس الماس من الفاتس والكربوهيدرات, بس الفاتس دي بتطلع انرجي اكتر بكتير من الكربوهيدرات. قالك عشان قلنا الفاتس عندهم ايه كربون هيدروجين بونز اكتر بير يونت ماس بير جرام مثلا, والبوند دي اصلا معروفه ان هي البوند ما بين الكربون والهيدروجين اللي الفاتس عندهم منها كتير, الفاتس عندهم منها كتير, معروفه ان هي لما بتتكسر بتطلع انرجي كتير, بيبقى عندها هاي كالوريك فاليو. صح؟ فلما يجي يقول لك ليه الفاتس او الترايجليسرايدز بيطلعوا انرجي اكتر بكتير من الكربوهيدرات, يقول له عشان عندهم اكتر من الكربوهيدرات ايه كربون هيدروجين بونز, والبونز دي معروفه فور ذير هاي كالوريك فاليو, يعني لما بيتكسروا بيطلعوا انرجي كتير. صح؟ طيب تعال نشوف ايه فانكشن ثانيه, ثيرمال انسيوليشن. الفاتس اللي هي تحت جلدنا, فاتس دي باد كوندكترز اوف هيت, بيقللوا الهيت لوس من الجسم, على اساس ان احنا ايه تحت جلدنا بيبقى متخزن الفاتس في الاديبوز تيشو, فلما يبقى فيه فاتس متخزنة تحت الجلد ده بيقلل هيت لوس من البادي, فبيحافظ على البادي تمبرتشر. ممكن برضو electrical insulation, they are bad conductors of electricity also. طب ايه الميزة من كده؟ لو تفتكروا النيورونز, النيورون ده بيبقى عليه structures كده فاكرين كان اسمهم المايلين شيث. صح؟ المايلين شيث ده كان معمول من ايه triglycerides, معمول من triglycerides, هو باد كوندكتور اوف الكتريسيتي, الكهرباء مش بتعدي من خلاله, فده هيخلي الالكتريسيتي كانها بتجمب كده. الناس اللي في الاي 2 عارفه ده اسمه سالتاتوري كوندكشن, فده بيخلي الامبرس سام هاو ايه تمشي اسرع. فلما يبقى المايلين شيث اللي موجود في النيورونز معمول من ترايجليسرايدز لما باد كوندكتورز اوف الكتريسيتي, يخلي الالكتريسيتي تتنقل من ما بينهم كده بشكل اسرع. يبقى كده انا استفدت ان انا triglycerides دي بتساعد على بناء النيورونز اللي بتخلي الامبلسز تمشي فيها اسرع. برضو بنستخدمهم كواتر بروفينج سيرفيسز, الدكس مثلا, الدك دي بتعيش في الميه وعندها فيذرز, ريش, الريش ده ما ينفعش يتبل عشان هيبوظه, لو اتبل كتير هيبوظ يعني, وبص لقيت التمبرتشر بتاعت الدكس هتتغير وكده, فبص لقي ايه تلاقي الدكس دي على طول على جسمها بيفرز او بيطلع ليرز من الاويلز اللي هم تريجليسرايدز عشان تريبل الميه, كانهم لابسين مايوت ووتر بروف يعني. بلس ان الفاتس طبعا مقارنه بالميه عندهم لو دنسيتي, اخف من الميه, وده بيساعد كائنات زي الويلز الحيتان, الحوت ده مامل اللي بيعيش في الميه, لما يبقى تلات ارباع جسمه فاتس تبقى الدنسيتي بتاعته اقل من الميه, هيبقى اخف من الميه بحيث ان هو يعرف يطلع بسرعه على السيرفس بتاع الميه يفلوت عشان يعرف ياخد اكسجين من الهواء. بلس ان هما ميتابوليك سورس اوف ووتر, تريجليسرايدز بشكل عام لما بتتكسر بتطلع ميه كتير, لدرجه ان في اورجانيزمز عايشه على الميه دي,
في اورجانيزم زي حاجه اسمها الكانجرو رات، ده نوع من الرات بيعيش في الصحراء. ده في الصحراء مفيش ميه كتير طبعا، بس تلاقي تلات ارباع جسمهم فاتس. فلما بقى تلات ارباع جسمهم فاتس ده معناه ان هيكسر فزي، هيطلعوا ميه كتير. ليه؟ على اساس ان هي تغنيهم او تكمبنسيت الشورت ووتر سبلاي اللي بتبقى موجوده في الصحراء او في الانفايرمنت اللي هم عايشين فيها. خلاص؟ طيب ماشي.